النهارده كنا عملنا مداخله مهمه جدا مع عماد متعب، كنا بنستفسر منه عن اسباب غيابه عن قائمه النادي الاهلي او القائمه المسافره الى المغرب. تعالوا نشوف المكالمه دي، كان يعني عملت رد فعل قوي جدا النهارده. عماد متعب كان زعلان من استبعاده، بيقول يعني انا ماشي كويس جدا مع النادي الاهلي، ما عنديش مبرر للاستبعاد. فتعالوا نشوف المكالمه مع عماد متعب، وبعدين هنطلع فاصل ونرجع على ملخص مباراة المصري وطلائع الجيش، المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي في استاد اسماعيلية النهاردة. ازيك يا نجم؟ ازيك يا عماد، اخبارك؟ اخبارك يا عماد؟ انا كل زي الفل الحمد لله. يعني احنا دايما بنتساءل، يعني بنقول ايه الاسباب لعدم وجود عماد متعب في قائمة النادي الاهلي، سواء امبارح في المباراة او في القائمة المسافرة بكرة الى المغرب عشان ماتش المغرب تطواني. فقلنا عايزين نعرف هل في اصابه، هل في حاجه، ولا استبعاد فني. مستر خوان كارلوس جاريدو شايف ان اللعيبه دي هي الانسب في الفتره الحاليه. لما تعرف يبقى قول لي وانا بكلمك. ايه يا عماد؟ لما انت تعرف يبقى قول لي عشان انا مش عارف. انت مش عارف؟ لا طبعا. اه يعني انت احنا بس بنعرف ان انت مش مصاب يعني. لا 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 سليم، ما عنديش اصابه خالص. انا كان عندي اجهاد بعد ماتش الاسماعيلي، اجهاد محدود جدا، ورحت المنتخب والدكتور المنتخب قال لي محتاج تريح يوم او يومين وهتبقى كويس، وقعدت مع الكابتن طاهر بيه وما كانش مشكله خالص، ورجعت اتمرنت وبتمرن مع الفرقه. لا الموضوع فني بحت يعني. اه يعني انت حاليا انت مش مصاب؟ لا انا مش مصاب، انا سليم. مين قال انا مصاب؟ ايه؟ لا انا سليم، مين قال ان انا مصاب؟ انا سليم. احنا بنسال بس، بنسال نشوف يعني. لا ما انا آه. انا برد بس عشان يعني الناس اللي فاكره ان انا مصاب او ان انا خارج من ماتش بترول ماتش الاسيوطي او ماتش الماتش الدور 16 بتاع افريقيا. لا لا انا مش مصاب، مش مصاب. لكن امبارح انت برضه في ما كنتش موجود في القايمه، هل كان في سبب برضه ولا برضه ملهاش علاقه؟ ملهاش لا ملهاش اسباب فنيه، لا كلها اسباب فنيه. طب هل في مشكله ما بينك وبين جاريدو مثلا الفتره الاخيره حصلت، ولا برضه يعني انت خرجت في ماتش الاسماعيلي بين الشوطين؟ لا مش اي حاجه حصلت، مش اي حاجه حصلت. هو دي وجهه نظره، هو شايف ان انا مش موجود دلوقتي او ان انا مبقاش موجود دلوقتي، فده هيبقى انت خروجك من ماتش الاسماعيلي برضه يا عماد، انت اشتكيت ولا برضه كان هو حاجه فنيه؟ هو حاجه فنيه برضه. لا لا هو حاجه فنيه. اه ان احنا كنا خسرانين فمحتاج نزود الهجوم، فلعب من غير مهاجمين فكانت حاجه فنيه. كان وجهه نظر فنيه. طيب يعني انت يعني عايز تقول ايه في الموقف ده، عدم وجودك في ظل؟ لا لا ولا لا 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 ربنا يكرم الفرقه، مش هقول ايه ولا اكيد ربنا يكرم الفرقه طبعا، بس انت كعماد متعب برضه يعني حاسس ان في حاجه مثلا ممكن تكون مقصوده الفتره الحاليه؟ يعني الله اعلم، ما عنديش، ما اقدرش اقول حاجه، ما انا ما يعني مش متاكد منها، لكن اللي بيحصل بالنسبه لي مش طبيعي، واللي وان انا خروجي من الماتش اللي فات والماتش النهارده مش طبيعي بالنسبه لي. الماتش ال درست انا مش خروج، الخروج ده مش مبرر بالنسبه لي خالص، ولا هقتنع باي كلام ممكن يتقال. انا واحد مش كويس جدا، وعلى ما اعتقد دي احسن فتره من فتراتي، من فتره كبيره جدا. بجيب جوان وموجود ورجلي في الملعب ومستواي، حتى لو ما جبتش جوان بيبقى مجهودي في الملعب مجهود كبير. مره واحده بلاقي نفسي مره خالص، فده ما شفتوش في اي حته في العالم. في العالم ما شفتهاش يعني، ولا هشوفها يعني. أنا حصل موقف كده بين الشوطين بينك وبين ولا حاجه في ماتش الاسماعيلي رديت عليه بشكل وحش؟ انت عارف الاجانب يعني دايما فتحت بقي بكلمه والله، ولا اتكلمت ربع كلمه خالص، ولا اتكلمت ربع كلمه. ويعني انا يعني سكوتي وان انا ما بتكلمش احتراما لكابتن علاء الصاد، عشان الراجل ده انا بحترمه جدا جدا جدا. ما ينفعش ان انا كلاعب كبير اعمل اي مشكله وهو موجود يعني. اكيد اكيد. بس لكن اي حاجه ثانيه هتسالني انا بنريحه وبنريح، على فكره احنا خسرانين يعني، احنا في فرق 8 نقط بيننا وبين الناس زمالك، احنا ترتيبنا الثالث في الدوري. ايوه. فمش وقت راحات خالص. حتى لو لعيب عنده اجهاد هيبقى بيلعب وبيشارك فيه على نفسه، وبعد كده احنا بنلعب مباراه مهمه جدا في دور 16 في دور افريقيا مع فريق محترم. يعني المغرب سلطاني فرقه محترمه وفرقه متعارف مع شمال افريقيا، وبالذات لما تروح تلعب في المغرب. فيعني ولا راحه ولا يعني ان احنا بنريحه عشان مجهد او محتاجينه في ماتشات مهمه، مفيش اهم من الماتشات دي. اي كلام هيتقال انا مش هبقى مقارن تماما بصراحه. فوجئت باستبعادك ولا كنت متوقع يا عماد؟ لا كنت متوقع، لان بعد 10 دقائق من التمرين مررنا انا وعبد الظاهر وجد وهنريك وسام نزل لوحدنا. الناس اللي مش هتكون موجوده يعني. يعني اتمرنا
يعني فتوقعت توقعت يعني طبيعي. في حاجات كده الواحد بيتوقعها يعني هي مش متوقعه لكن الواحد بيتوقعها بالناس معينه. طب مشكله عبد الظاهر ايه طيب؟ ما برضه عبد الظاهر بقاله فتره بعيد برضه. لا ما اعرفش لا ما اعرفش والله. انتوا اكيد بتتكلموا مع بعض انتوا مستبعدين مع بعض يعني بتتكلموا. لا لا ما عنديش فكره والله يا كريم ما عنديش فكره والله. استبعادك من 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 قائمه الماتشات في النادي الاهلي اثر على استبعادك من منتخب مصر في الفتره اللي جايه يا عماد؟ ما يعني انا شيء طبيعي. هو انا نفسي افهم هو انا بعيد ليه؟ يعني هو انا عايز افهم انا بعيد ليه؟ يعني انا بعيد انا مش موجود في الماتش ليه؟ لو حد عنده سبب مقنع ليا يقولوا لي. لكن ما اعتقدش ان حد في مصر كلها يبقى عنده سبب ليا، حتى لو انا وحش كنت وحش في الشوط الاولاني في ماتش الاسماعيلي. يعني اي لعيب في العالم ممكن يبقى وحش ماتش ولا ماتشين، يعني ده لما ببقى وحش في شوط بعد كده بطلع بره الكوره بقعد احتياطي عشان العب تاني فبحتاج معجزه في المكان. يعني انا لحد دلوقتي مش فاهم يا كريم صراحه. معلش يا عماد انت لعيب كبير ومريت بالمواقف دي كتير وتعورت وتعبت كتير. المواقف ده ما تعرضتش ليه خالص؟ انا مريت بمواقف كتير قبل كده ان المدربين بيتمنوا ان انا ابقى موجود عشان ابقى موجود في الملعب. بره خالص دي ما مريتش او انت سليم. ان انا كويس وابقى سليم وبجيب اجوال وبطلع بره الكوره دي ما مرتش ده خالص. معلش مفيش مشكله هي الكوره كده واديك مريت يا سيدي اهو عشان معلش مفيش مشكله انت لعيب كبير وانت قادر برضو ان انت ترجع نفسك تاني للتشكيل الاساسي ان شاء الله في الفتره الجايه. لا بص النقطه بس المهمه اللي الناس بتوصلها عشان هي النقطه ان محدش يفتكر ان انا بعت فانا محتاج ارجع نفسي. لا انا موجود وانا مستوايا كويس جدا السنه دي وبجيب اجوان وماشي بشكل كويس فانا مش محتاج اعمل اي حاجه زياده عشان ارجع نفسي ارجع مكاني تاني. اكيد انا مكاني اتاخد مني مش عارف ليه، يعني انا مكاني اتاخد مني وما بقتش فيه علشان مش عارف ليه. ده ملوش علاقه بالكره تماما، يعني اللعيب على ما اعتقد ان اللعيب عشان لما مكانه يروح منه عشان بيكون مصاب واللي لعب مكانه اثبت وجوده او علشان اللي موجود في يعني هو بقى له خمس ست ماتشات وحش فاللي مكانه بقى كويس جدا فخلاص مكانه بيروح، لكن انا مكاني يتاخد مني علشان خاطر واحد حابب بمزاجه انه يضيع مكاني لا خالص. ده انا مش هقبل بيه ومش مش هيبقى مسموح بالنسبه لي. تماما وفي نطاق الذوق والاحترام والادب، لكن انا مش قابل الكلام ده تماما يعني. طيب خليني اخرجك من القصه دي واتكلم معاك شويه عن النادي الاهلي في الفتره الحاليه. شايف ان الفرق الثمان نقاط ما بين الاهلي والزمالك صعب ان النادي الاهلي يعوضه يا عماد، وان الدوري خلاص بيقرب من الزمالك ولا لسه بدري؟ لا بص مفيش حاجه الكوره صعبه جدا صعبه خالص يا كريم، وبعدين كمان ان في ماتشات كتيره، يعني لسه الدوري فيه ماتشات كتيره جدا، مش ما بقولش خمس ماتشات ولا ست ماتشات، احنا بنتكلم في 17 او 16 ماتش. انا شايف ان بالنسبه لي ده رقم كبير يعني. فعلى ما اعتقد لا ان يعني نادي الزمالك نادي كبير ونادي الاهلي نادي كبير. فاحنا هنركز في الماتشات اللي جايه دي بشكل كبير جدا وهناخدها كلها مباريات كويس ونستنى النتائج نادي الزمالك، يعني لو حصل اي نتيجه سلبيه لنادي الزمالك واحنا بنحقق المكسب اكيد هيبقى فرصنا في الدوري موجوده ان شاء الله. شايف ان المغرب التطواني هيكون عقبه للنادي الاهلي للوصول لدوري الدور الثمانيه في دوري الابطال، ولا الاهلي قادر ان هو يعدي المغرب التطواني؟ لا ان شاء الله ان الاهلي قادر انه يعدي المغرب التطواني، والفريق انا شايف الفريق يعني المكسب الاخراني انك تكسب خمسه حتى لو كان المنافس مع احترامي الكامل ليه ضعيف، انك تكسب خمسه فده بيجيب حد مدافع بشكل كويس جدا لما تسافر المغرب وانت 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 معنوياتك مرتفعه، وفي نفس الوقت بيدي انذار للمغرب التطواني ان احنا جايين بنسافر في اخر مباراه خمس اهداف، فدي بالنسبه لنا هتبقى حاجه كبيره يعني. فربنا يسهل ان شاء الله ونحقق نتيجه ايجابيه هناك ونعدي المرحله دي ونوصل دور الثمانيه ان شاء الله. ان شاء الله النادي الاهلي يعدي والزمالك يعدي وسموح. انا بشكرك يا عماد وبالتوفيق ليك ان شاء الله في الفتره القادمه. اهم حاجه انت قلتها اللي انت مش مصاب وانت سليم 100%، ما تعرفش اسباب استبعادك من قائمه النادي الاهلي. نتمنى لعماد متعب والنادي الاهلي التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه. وكانت تصريحات مهمه جدا لعماد متعب نجم هجوم منتخب مصر ونجم هجوم النادي الاهلي.